السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا، ربي يحفظكم ان شاء الله. الصحه. جيت نقول لكم على حكايه الفاسيليتي. كاين الناس ما عجبتهاش، كاين الناس اللي عجبتهم، كل واحد على حساب طاقته. الصحه. انا عندي شركه بيع السيارات القديمه، هذه شركه ريجيست عندي وخلاص في ليزامبو وكلش. هذه نقطه ما تكون على بالكم بها، برك بلي احنا رانا نخدموا بالوثائق تاعنا. صح. الحاجه الاخرى اللي راح نقولها لكم على الفاسيليتي، انا ياكي نعطي لك واش من الضمانات نعطيهم لك. دلي اعتير مثلا، نعطيك الروسه تسوى 60 مليون على حسب ما شفت تعليقات، برك اللي قال لك هذا انا مش فاسيليتي، مش فاسيليتي الى كل واحد واش قال. ربي يسهل لك الواحد. والتعليق الزين كي تعلق بكلمه زينه ثاني راه حاجه طيبه، فهمتها؟ قال لك يا ودي راه مش فاسيليتي، هذا معناته انا نعطيك الروسه ب 60 مليون ولا 70 مليون وتولي تخلص فيا بكل شهر، تعطيني لي شاك، معناتها تعطيني 70 شاك ولا ما على باليش، كل واحد كيفاش يتخيل فيه. كيما كيما انا خاف على رزقي، انت ثاني راك تخاف على رزقك، فهمتني؟ انا باه نعطيك كروسه وتعطيني لي شاك، ها راح نضر انا، فهمتني؟ انا راح نضر. واش من ضمانات اللي تضمن لي بلي انت تعطيني الدراهم؟ انا ضروك راني نسال الناس وعندي لي شاك وعندي كذا، كان اللي جاني قلت لكم وكاين اللي ما جانيش. هذا الحل اللي درت لكم تاع الكتروميناجي، انت تضمن حقك وانا نضمن حقي حبيبي، كل واحد يضمن حقه، فهمتوا؟ وهي وانا الله قال ما قدرتش نزيد فوق هذا الحل، ما كانش حل واحد اخر، ما لقيتش. انا كون الدوله تعطيني حق بلي انا نقدر نجبد من عندك 4 ملايين للشهر، لا ندير الحل. تعطيني زعما ما على باليش واش تعطيني، تعطيني هاك تصريح، تعطيني ورقه، تعطيني حاجه، نولي نخلص من الـ من الـ من الـ الشيك تاعك، نخلص منه 4 ملايين، ماذا بيا نعاونك حبيبي. بصح المشكل هذا، هذا الشيء ما نقدرش عليه. صح الكتروميناجي احنا درناها حل كحل شوي شوي. كاين اللي ما عندوش، انت ما عندكش 20 مليون تروح تسلف 20 مليون ما تقدرش تسلفها. صح يا سيدي، الحل اللي درناه احنا يا تروح تخرج لك تروميناجي 4 تلفزيونات ب 5 5 5 20 مليون، تولي تخلص 10 تخلص مليون للشهر، كل مليون للشهر وينحوا لك من الشهريه تاعك مليون، وردوا احنا عليك السلعه هذيك. احنا نضمنوا حقنا بالسلعه هذيك، راني نعاود نبيعها ونخلي فيها 500 الف للحاجه، معناتها راح نعاود هذيك السلعه راح نبيعها ونخلي 500 الف للحاجه، وين نمدها لواحد اخر زوالي اكثر منك انت. انت اللي راك حاب تشري كروسه وزوالي، كاين واحد اخر زوالي وما عندوش باه يشري حتى تلفزيون لدارهم لولادو، انا خلي 500 ونبيع. معناتها انا راني شفتو كيفاه الخدمه كيفاه تمشي، كل واحد راه يرعى من واحد. صح يا سيدي. والالكتروميناجي كي تجيبوا لي هذاك تتخلص مليون للشهر، وندي عليك السلعه هذيك ونعطيك كروسه ونباري لك كارت كريس سور بلاس، تولي سياره باسمك. قادر مثلا ما ساعدتكش كروسه تبيعها، تبيعها ب 20 مليون، هي ديجا عندك في لابي تاعك 20 مليون، هي في تقدر تعاود تشري كروسه واحده اخرى، تعاود الزواج، تعاود دير امور واحده اخرى، فهمتها؟ فهمتوا الناس طيبه؟ انا هذا الحل اللي درته مؤقت برك، واذا كاش ما تعطيني الدوله تصريح ولا تعطيني امور واحده اخرى في اطار قانوني، والله مرحبا وماذا بيا نعاون خاوتي وكاع، ورا الاذان راه ياذن والمساجد راهم مسكرين، الله غالب، صلوا في ديارنا معليك، معناتها اللي طور راه عليك. فهمتوا؟ وصح. وتاع اللي شاك هذيك كاين احنا 5 ملايين، نقدر مثلا واحد يجيني، وهذه هذه قليل وين تلقاها، هذه الحكايه اللي احنا نحكي لكم قليل وين تلقاها. ادخل للسوق، اي سوق مهما كان السوق ادخل ليه وقول له خاصني مليون ولا 2 ملايين ولا 500 الف ومن بعد نعطيها لك، مستحيل يعطيك كروسه. اقول له خاصني مليون برك ما يعطيكش كروستو. احنا راهم يجونا ناس مثلا خاصتك 5 ملايين نورمال، نقدر نساعفك في حكايه 5 ملايين اذا كانت الكروسه تاعي، نقدر نساعفك في 5 ملايين اذا كانت الكروسه تاعي، نقدر نشد عليك لي شاك، نقدر ندير لي شاك. هي اضعف، هي على بالي انا بلي ودي حكايه لي شاك ماهيش قانونيه 100%، انا قادر تعطيني شاك ونورمال، وقلت لك راه عندي لي شاك، واللي ملذوق من حناش يخاف من طارفه، فهمتوا الناس طيبه. وراني والحمد لله يا ربي راني ندير فيها الخاوت نزواولة، معناتها ما يجيش واحد يقول لي ودي نحوس على كروسه تاع 120 مليون فاسيليتي. انا درتها للنزواولة اللي حاب يركب، اللي ما عندوش امل في الدنيا باه يدير كروسه، يخرج لنا حوايج تاع قش هكذا، سلعه خفيفه ندوها عليه، حنا نعطولو. هي الفاسيليتي الاساس تاعها كيفاه داير، تخلص بالشهر، كل شهر تخلص حويجه، كل شهر تخلص حويجه. صح يا سيدي. لي شيك اللي راح تعطيهم لي انا، ياك هي نفسها اللي راح تعطيهم لي انا، تقدر تديهم لا ميزو تاع كوندور ويعطوك سلعه وتجيب لي السلعه هذيك، فهمتها؟
الشيك اللي راح تعطيهم لي انا راح تعطيهم الكوندور، راح تعطيهم الكوبرا، راح تعطيهم الايريس، تعطيهم الشركه من شركات كيف كيف نفسها هي. انا جيب لي السلعه هذه كون نعطيك الاخرى. قال لك هذا ما يعتبرش يا اخو. صح يا سيدي، ونسيت تفهم انا حاجه اخرى. انا كاين نقطه اخرى، انا واش محتمني ندي كروستي في امان ربي، هاي كيما الاكسبريس هذه، هاي في امان ربي، يا نبيعها بدراهم يا ما نبيعهاش، فهمت؟ هو هذا هذا الاساس تاع اي واحد يفكر كيما. بصح انا من باب نساعدكم يا الناس الطيبه، انا من باب نساعد زوابلة، هذه نبدلها ببلازما يسوى في الحانوت يسوى 5 ملايين، نديه عليك انا ب 5 ملايين ونعاود نبيعو بربع ملايين و500. معناتها راني شتو الحكايه ورايا يا جماعه، انا راني ماهوش مخرجني هذه حكايه فاسيليتي، بصح درتو باب باه نفتح على خاوتي زواوله اللي حاب يركب في الكروسه. كاين حل واحد اخر، كاين تاع المطوات، شتو المطوات اللي يبيعوا الفاسيليتي، تروح تدي لي شيك وتدي تخرج موطو تاع 20 مليون، جيب لي موطو نديها عليك ما فيها والو، ندي عليك الموطو ونعطيك الكروسه. فهمتوا الناس طيبه، فهمتوا الحكايه كيف راهي تمشي. كاين واحد الامور رانا لا خالب، قلت لكم واش محتمني نعطيك كروسه وندي بلازما اللي يسوى 5 ملايين في الحانوت ونديه ب 5 ملايين ونبيعو ب 400 ب 4 ونص، زعما خليه 500، زعما واش محتمني على هذا الشيء. انا قادر نبيع كروسي، يا ما تبعتليش هاي كروسي مقابلتني. بصح لا لا، انا راني درت هذا السيستم باه نعاونكم انتم، باه نعاونك انت عزيزي المشاهد، انت اللي راك تشوف فيا، فهمتني؟ باه واشني باه ندي هذيك دعوه الخير، لاخاطر دعوه معليش انا نبيع كروسه ولا زوج ونخسر فيها، بصح ندي دعوه الخير من عندك احسن، احسن من دراهم. اللي داو دراهم اللي داو شكار كاع واش داروا بها، ما كانوا والو بسلامتك. صح يا سيدي، وقلت لكم نديها بسوم الحقيقيه، تتخرج تلفزيون ب 4 ملايين ب 20 مليون ب 5 ملايين ب 60 مليون، الله يعاونك. خرجته بسوم نديه واش يسوى في الحانوت نديها عليك. لخاطر انا الكروسه هذه كي تلقاها ب 30 مليون نعطيها لك ب 30 مليون، تلقاها ب 40 نعطيها لك ب 40. فهمت؟ زعما انا مش راح نزيد لك. معناتها مادامني انا مش راح نزيد لك في الكروسه تاعي، معناتها انت يا ثاني مش راح تزيد لي في السلعه هذه. نديها بالسوم الحقيقيه. ربي يحفظك حبيبي، اللي راك تسمع فيا دير جاب دير مشاركه باه يوصل هذا، باه نعم باه الخير كيجي راه يعم خاوتي. وراها رانا مش تقريبا رانا مسكرين مسكرين على كل حال بين هذا المرض وقعت هنا، الله يعافينا ان شاء الله. فهمت ناس طيبه؟ هذه سهله مهله. وكاين اللي يقول لك يا ودي يربو، راهم يربو، ما عليناش يا سيدي احنا واش كيف هربينا الربا واش معناته. انا حاب نفهم كاش واحد في التعليقات، في التعليقات راني من ذاك الرد للتعليقات، اللي يرد له تعليق يعاود يجاوبني برك واش شاف، هي اللي شاف بعينه وجا وحضر عندنا هنا يلا مرحبا به ويقول كلمه الحق ولا غنصرف فيه قايقول برك. كاين شي ناس قال لك يا ودي عندنا في راي، عندنا في راي اكد، لخاطر انا كي كنت نصور كنت نصور في راي، وانت كنت تشوف الفيديو كنت تشوف في راي، ما كنتش تشوف ما كنتش نصور في لا ميزون ومن بعد جيت لقيت عندي في البارك الفيراي، فهمتني؟ معناتها يا ودي الحديث هذا الزين راه مريقل، راك تسمع حديثي هذا هي، تلقى كروسه ب 20 نلقاوها ب 20، مستحيل تلقاها ب 25، وإذا لقيتها ب 25 أرواح لي أنا أقول لهم عبد القادر زنينة، ديجا دير الفيسبوك تاعي تلقاني، عبد القادر زنينة ديره في الفيسبوك تلقاني، أي حاجة تحتاجها عيط لي أنا ديريكت على المباشر، كروسه نطلع حالك هذه ب 20 هنا في الفيديو، تجي لعندي تلقاها ب 20. مانيش نروح لاميزون نصور في لاميزون ومن بعد تجي ليا تلقى الفيراي، بالعكس راني نصور على المباشر وراني نقول لكم خريده، معناتها باش نعطيكم في جديد. فهمتوا الناس طيبه؟ صح ما عليناش، هاي 300 ار انا باعينها للسيد مزاي راهي وين مني ولا قراها الاكسبريس. فهمتوا خوتي؟ وراه جاي جديد، جاي هذاك الاكسيدونتي، واش معناتها اكسيدونتي؟ يا جماعه اي كروسه باه نعودوا متفاهمين برك في واحد النقطه برك تعودوا فاهمينها برك. اي كروسه، اي كروسه يا بوي البولو راه تعرس، البولو تاعنا راه تعرس يا شيخ. صح هاي الناس معرسه لاباس عليها، خيرات ربي. فهمتوا ناس طيبه؟ والله الناس معرسه لاباس عليها يا خويا، العقوبه لينا والعقوبه للناس اللي مش مازال ما تزوجتش. قلت لكم الصحة يا سيدي، هذا الشيء كاع رانا نديرو فيه على جاكم تم. قلت لكم انا مانيش نصور في لاميزو، مانيش نروح لاميزو تاع فرز فاغن ونصور لكم ماتريال مرسيدس والرونج والمشاكل دوك الرزايم الخشان ومن بعد تجي لعندي تلقى عندي هذه، بعد تقول لي عندك قال في راي. باينه صديقي العزيز، باينه عزيزي المشاهد، باين باينه عزيزي المشاهد. ما انت شوف الفيديو، الكروسه اللي لقيتها في الفيديو تلقاها عندي، اللي ما لقيتهاش في الفيديو
ما تخيلهاش حاجه كبيره. ودير في بالك، ديروا في بالكم بلي كاينه حاجه، بلي هذيك هذا التصويره طلع لك 50%. يا ربي جبال اطفال ضوء، معناتها الفطوه التصاور، اي تصويره اي اي كروسه تشوفها في الاخر تلحق لك 50%. وركزوا على النقطه هذه، اسمعوني على النقطه هذه زين، راح نقول لكم واحد النقطه واكدوا عليها زين. الفرق بيني وبين واد كنيس، بيني انا واد كنيس، بيني انا وجميع الاسواق تاع الانترنت، مش الاسواق الاخرين، تاكدوا من هذه النقطه زين، اكدوها زين واسمعوها زين. انايا عندي مقر، وكي تجي لعندي تلقاني ما كي تشقى تشقى على كروسه بلك، ومن بعد ما تعجبكش تلقى ما احسن منها ما اقل منها، فهمتوا؟ معناتها راك جاي للمحل. والاسواق الاخرين في واد كنيس قادر تشقى 500 كيلو على كروسه، ومن بعد يا اما طبع الاحتمالات هذو، يا اما طفي عليك التليفون، يا اما تلقى كروسه فيها وش عكس وش قال لك. وهذه محتمله هذه الاحتمالات بزاف، على خاطر احنا شقينا وشفنا، وصرات لي بشريت على واد كنيس ولقيت ناس وكذا، وكل واحد وكيفاه، كاين اللي صافي كاين اللي مش صافي مع ربي، فهمتوا؟ الناس طيبه. الفرق اللي بيني وبين هذا الناس مش كيف كيف، معناتها بيني وبين السوق هذاك مش كيف كيف، بيني وبين واد كنيس مش كيف كيف، بيني وبين جميع الاسواق مش كيف كيف. انا كي تجي ماك جاي على كروسه واحده، راك جاي على جال عندي بالك 50 و60 كروسه، وعندي هذو ال 60 و 50 كروسه هذو اللي راهم في البارك عندي، وعندي بارك واحد اخر فيه رزيم الخشان، وكاينين كرارس واحد اخرين. كاين اللي يجيني يقول لي انا ما نحبش نطلع كروسي، مارك النيميرو تليفون تاعي وخليها، فهمتني؟ معناتها تا كي تجي لعندي تقول لي يا ودي راه خاصني كروسه، المواصفات تاعها مثلا عندي 70 مليون خاصني سامبول، نجبد التليفون نبدا نعيط لك، تريح قدامي معايا ثما، لا كنت ماكش مقلق، تريح نعيط لك الكراسي يجوا لعندك، يجوا لعندك وتتشوف. هذه نقطة. ودع واد كنيس راك تشقى على جاي كروسة بالك 400 كيلو ولا 500 كيلو، ومن بعدها سيد طفي عليك تليفون بينك وبينه، وشد عليه. بصح حنا كيما حنا راه عندنا سمعة، وعندنا ناس تعرفنا، وعندنا مقر، وعندنا محل وكلش، قدوة تشري من عندنا ترجع لعندنا. قدوة كي تشري وتجي وما تعجبكش تعاود ترجع لعندنا. هذه الحاجه اللي فرق بيناتنا، وربي يحفظكم ان شاء الله، وربي شافينا كامل من المرض هذا. السلام عليكم ويعافينا. لاباس حبيبي؟ لاباس. اي ربي يحفظكم والسلام عليكم.